شكرا. سؤال واجه. سؤال ثاني. اوكي، ثلاث اسئله. سؤال. هو تحقيق اقتصادي اون انكيت ناسيونال على الامباكت كوفيد. هذه الانكيت راح تمد لنا نتائج وتصور للوضع المقبل كور تيرم موين تيرم اي لون تيرم. هذا لونكات اللي درناها مع البنود 1500 ميناج عائله و 1500 انتربريز، رانا قريب نكملوها. المجالس طورت تستخدم ادوات حديثه لتحسين القرار العمومي، واش نقصد بذلك هو استخدام الامثله للمعطيات والبيانات الوطنيه، وعلى هذا الاساس حنا اتخذنا القرار انه نبني قاعده معلوماتيه وطنيه تقتسم من كافه السياسات من كافه الاقسام او الدوائر الوزاريه، المؤسسات العموميه الكبرى، المؤسسات الدوله لي زيتابليسمون لي انستيتيوشن، وكذلك تفتح للجمهور.